اولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحييك اخي في هذا المباركه ونحيي كل من يتابع اذاعه القناه. انا اذا اردت ان تشخصوا وضع اي مدينه لابد ان نضع على طاوله البحث والتنقيب وتفحص المدينه بالكامل. وبحكم خبرتنا في هذا الجانب اذا كثرت جرائم السطو المسلح وكثرت جرائم القتل الامس وكثرت جرائم الخطف وايضا جرائم الاغتيالات الحقيقه اذا كثرت هذه الجرائم المتعدده او الجرائم المنظمه انا اعتقد ان تقييم المدينه او اي مدينه اخرى سواء كانت بنغازي او غيرها اذا كثرت فيها مثل هذه الجرائم اعتقد ان تقييمها بانها مدينه تعيش انفلات امني بامتياز، يعني انفلات امني بامتياز لدرجه ما قبل الاخيره على الانهيار الامني. يعني الوضع الامني لدى الخبراء او لدى المختصين في هذا الجانب يتم تقييمها على ثلاث مراحل، المرحله الاولى وهي مرحله الجريمه، وبعد ذلك مرحله الانفلات الامني، وبعد ذلك المرحله الاخيره والخطيره والنعمه لا تحصل لاي مدينه وهي مرحله الانهيار الامني. انا اعتقد ان مدينه بنغازي الان اذا حصل مثل هذه التقارير حسب ما سمعت في الاذاعه وحسب ما يتداول في الراي العام ان كثره الجرائم السطو المسلح والاغتيالات والقتل العام والخطف والسرقات المشدده اعتقد انها جرائم منظمه وترقى الى ان تكون مدينه بنغازي تعيش وضع انفلات امني بامتياز كما قلت. طيب سيد محمد، بغض النظر عن مدينه بنغازي كعموم، ما هو دور الجهات الامنيه مثلا في اي مدينه لوقف الانفلات الامني الواضح، وفي اي مدينه مثلا وقف الانفلات ووقف السرقه ووقف القتل كما نشاهد الان؟ اعتقد يا اخي ان بناء الاجهزه الامنيه بناء الاجهزه العسكريه لا ياتي عن طريق الاعلام، نسمع في جهه الشرق والغرب والجنوب بان تم بناء القوات المسلحه وتم بناء الجيش وتم بناء الشرطه، اعتقد ان الامر لا زال مبكرا لان لم تبنى على اسس صحيحه حسب اعتقاد الخبراء وحسب الناس اللي هم متابعين لهذا الجانب. لابد من بناء الاجهزه الامنيه لان زي الخريطه وزي ما تقوم ببناء منزل لابد ان تكون على اسس وقواعد وان يكون هناك ضباط وان الضباط لابد ان يكونوا متخرجين من كليات تتجاوز السنتين والثلاث سنوات والاربع سنوات، لا ان تعطوا رتبه بين الرتبه والرتبه بين الملازم والملازم قبل والنقيب شهر وشهرين ومرات حتى ايام. اعتقد ان الوضع التقييم الامني يحتاج الى حلقه منفرده، لكن نلخص لك الموضوع بان الوضع يعني الاجهزه الامنيه اعتقد انها تحتاج الى بناء جيد وتحتاج الى ان تكون مؤسسات امنيه قويه وتحتاج الى ان اعاده هيكله في هذه المؤسسات، واعتقد انها تاخذ وقت طويل ولا بد من استعانه يكون فيها دائما بالخبرات الوطنيه والخبرات الاجنبيه في هذا الشان. نعم، الخبير الامني السيد محمد بومداس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.